عملياتكم في تشاد كانت تؤثر حتى على الانتخابات الفرنسية أحيانا، طبعا الانتخابات طبعًا. الرئاسية. نحن ما سقط جيسكار، فاليري جيسكار ديستان. نعم، لأن جيسكار في ذلك الوقت كنا احنا وقتنا الدخول أنجمينا في فترة انتخابات اسقاط حسين حبري، يعني لكي تؤثروا في الانتخابات ضربة الرئاسية. هي ضربة مزدوجة. أذكر التقيت بالرئيس السادات في ذلك الوقت في باريس في زيارة خاصة، قلت له ماذا تفعل سيادة رئيسنا؟ قال جئت لأعمل سبورت للرئيس جيسكار. قلت له سوف لننجح. قال لي أنتم بتفهموا إيه في السياسة وفي أنا ضحكت طبعا، هو لم يكن يعرف أن احنا كنا نعد العدة لهذا. قلت له خلاص رهان بيننا سيادة الرئيس. وفعلا بعدها بس انتوا غيرتوا المواعيد او عملتوها بطريقه فعلا تؤثر على الانتخابات؟ طبعا طبعا. طب شو العلاقه يعني لصالح من؟ لصالح ان عندما يسقط هذا العميل للدوله لفرنسا نصبح امنا حدودنا، تصبح دوله موالي، نظام موالي لنا. لصالح ماذا تؤثر على الانتخابات في فرنسا؟ سؤالي كيف؟ لان هذا جيسكار هو اللي دخل في 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 قفصه وقصف بقواته، وايضا هو اللي متواجد على حدودنا.